رح نحكي طبعا عن العنف بحق المرأة يلي بيوصل كثير من الأحيان للعنف الجسدي، ومثل ما شفنا أوقات بلش بعنف اللفظي وتراتبيا لنوصل لحيز من العنف يمكن ما في إنسان ممكن يتجاوزه، بضل محفور بالذاكرة. رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الأخصائية النفسية سلام قاسم. صباح الخير. يسعد صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني طبعا دائما العنف ضد المرأة هو مجال كتير كبير، وممكن يكون من الصغر عم بيمارس عليها عنف أسري، عنف زوجي، بعدها مثل ما قلنا بالبداية المشكلات ممكن تكون موجودة بكل بيت، ولكن إمتى بنقول إنه هاي المشكلات الزوجية هي خرجت عن نطاق المقبول والمسموح وتحولت لعنف ضد المرأة؟ العنف المنزلي هو دائما ينشأ ضمن علاقات أسرية غير منسجمة بشكل جيد، والعنف الأسري هو بيكون طبعا ضمن الأشخاص يلي بيعيشوا ضمن المنزل، قد يكون بين الآباء والأبناء، قد يكون بين الأخوة، قد يكون العنف ممارس من الأخ تجاه أخته، أو ولكن المتعارف عليه هو ممارسة العنف من قبل الزوج تجاه زوجته. طبعا نحن فينا نقول أنه العنف ممكن نسميه عنف لما بيزيد عن حده، لما ممكن يوصل لمرحلة كتير كبيرة ما ممكن تتحملها المرأة. العنف لما هي المرأة هي أول سبب من أسباب التعنيف، إنه هي بتقبل على نفسها أنها تتعنف. العنف لما بيكون بمراحل السب والشتم والضرب والزجر والركل، طبعا هاي المراحل هي كلياتها هون تسمى عنف. العنف هو ظلم كتير كبير لأي فرد من أفراد الأسرة، ولكن كونه نحن عم نحكي هلأ عن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، فرح يكون التركيز هو على النساء المعنفات ضمن المجتمع. هن طبعا التعنيف ما عم بيكون عنا بالبلدان العربية فقط، عم بيكون بكل العالم ولكن بدرجات متفاوتة. أحيانا العادات والتقاليد والمجتمع والتربية بيساعدوا كتير كبير بتعنيف المرأة، مثل هلأ ما سمعنا بالتقرير، يعني أنه كيف الأم عم تربي بنتها، بتربي بنتها من البداية من أول ما بتخلق على طاعة الزوج، على احترام الزوج، بدون الاهتمام بمشاعرها بأحاسيسها. يعني هو مو مهم يهتم فيها، بس المهم هي أنه تقيم بواجبة تجاهه وتلاقي طريق للوصول لقلبه. نحن طبعا بهالمرحلة هي صندوق الأمم المتحدة للسكان أطلق عنوان الحملة تبع السنة، من التمكين في المنزل إلى التمكين في العالم، تحقيقا للمساواة بين الجنسين. فنحن طبعا المرأة هي ما بدها تاخذ دور الرجل، نحن بدنا نفهم هالشغلة كتير منيح، والرجل كمان ما بده ياخذ دور المرأة، ولكن لابد من انه يكون العلاقة بيناتهم علاقة تكامل، لازم يكون في مساواة، كل انسان له مهامه، له عنده قدرات، عنده حرية الرأي، عنده شخصية، عنده الاعتراف بكيان هالمرأة انه انسانة مثلها مثل الرجل تماما. اما المجتمع الذكوري اللي الغالبية عم بيكون تسلط من قبل الرجل وهيمنة الذكورة على الإناث في مجتمعاتنا الشرقية، فهذا هو قمة الاضطهاد وهو قمة التعنيف بالنسبة للمرأة. تماما. إذا بدنا نحكي عن المرأة يلي عم بتمر بمراحل كتير طويلة لحتى توصل للعنف في بيت الزوج، اليوم عم تتعرض مثل ما قلنا للعنف في بيت الأهل، أوقات عم يمتد هذا الشيء لبيت الزوج، تصير مسيرة حياة، هي المرأة يلي تعودت يمكن على هذا الأسلوب الحياة، كيف بتقدر تطلع من هي القوقعة وتواجه المجتمع وتقول لهون ستوب، بكفي إنه نخلص من هذا العنف ومن أسلوب الحياة المزعج واللي بيترك مثل ما قلنا آثار نفسية كتير أليمة؟ أول شيء هي بدها تعترف بينها وبين ذاتها بالأول أنه هي تعنف، وأنه هالشيء اللي عم بيصير ما أنه مقبول. لما الإنسان بيعترف بالمشكلة هون نحن حلينا نصف المشكلة. النص الثاني بقى بيكون عن طريق انه حملات التوعية اللي بتكون تعتمد على تقوية المرأة وعلى تمكين المرأة. المرأة لازم تكون مثقفة، متعلمة، واعية، لما بيكون عندها الامكانيات هي كمان هون بتكون عندها ارادة اقوى من المرأة الضعيفة يلي عندها وضع اقتصادي سيء، عندها مانا متعلمة، ما بتعرف تتعامل مع الزوج، تربيتها الاساسية منذ الطفولة هي بربوها اهلها على الزواج، على فكرة الزواج، بزوجوها بكير، بيطلعوها
بيطلعوها من مدرستها، بياخدوها من بين ألعابها، من بين رفقاتها، بيحطوها مع رجل ببيت ما بتعرف مين هذا الرجل، لمجرد أنه لازم تتزوجه وتمارس معه العلاقة الجنسية وتجيب أطفال، يعني ما عندها أي فكرة عن الزواج غير أنه هالمعلومات هي. فهذا طبعا هون رح تكون امرأة ضعيفة، رح تكون غير قادرة على مواجهة ذاتها قبل ما تواجه المجتمع، لأنه كمان نحن عندنا المجتمع كمان بيوقف ضد المرأة. مشان هيك نحن لازم نقوي المرأة ونكون الجانب القانوني كتير قوي، ونعلمها الجانب القانوني وأنه أنت إلك حقوق. هون بيكون عن طريق حملات التوعية كتير مهمة. حملات التوعية بتتم عن طريق جمعيات خيرية، بتتم عن طريق مراكز معينة، بتتم عن طريق وسائل الإعلام بالتلفزيون بشكل مستمر، يعني كل الجهات الحكومية كمان بالتعاون، المؤسسات الأهلية كلهم مع بعضهم بيشتغلوا لحتى دعم وتمكين المرأة. لما نحن بنحسن نمكنها من نحسسها بالوضع الاقتصادي الجيد يلي ممكن انه هي تحسن تقوم بذاتها، ممكن تاخذ اطفالها، بتعرف حقها، بتعرف شو ممكن، بتدافع عن حقوقها، بتعرف بالتالي هي واجباتها، هون رح تكون امراه قادره انه تقول له للرجل ستوب، خلص يكفي، يعني انا ما رح كون مثل ما بدك. طبعا نحن هون بحملات التوعيه لنا بنشتغل عليها، لانه هي بتهمنا. لما نحن بنقوي هالمراه نحن كمان قويناها لحتى تكون ربه منزل صالحه ضمن البيت، يعني مع اطفالها كمان هون رح تنشئ جيل قوي، هذا الجيل رح يكون مفيد بالنسبه للمجتمع. اما المراه الضعيفه ما رح تحسن تربي اطفالها غير بتربيهم مثل ما تربت. وهون الطامه الكبرى يلي نحن بنصادفها كثير بحياتنا، انه المراه مثلا تلاقيها تزوجت زواج مبكر، تعنفت من زوجها، بتجي نفس الشيء بتطبقه على بنتها رغم يعني انها عانت من رغم المعاناه اللي عانتها، لانه هي سجينه المجتمع. هلا نحن مثلا قبل الاسلام كان عندنا وقت البنات، وتجاوزنا هالمشكله هي وصار للبنت حقها تعيش حياتها وتعيش بكل تفاصيلها، ولكن في الحقيقه توقد في اليوم مئات المرات. الوقت ليس فقط هو القتل، ولكن عندما تسب وتشتم وتركل وتحرم من حقوقها وتمنع من ممارسة العمل يلي بتحبه، تمنع من حق التعليم، تمنع من اختيار شريك حياتها اللي هو أهم خطوة ممكن تكون لحتى تكمل الحياة بطريقة صح، عم تنحرم من كل هدول. معناتها نحن عم نمارس الوقت بطريقة مختلفة تماما بوجه آخر، نعم. ولكن هو موجود في الحقيقة. وعلى هذا الشيء بدي أسألك أستاذة سلام، اليوم نحن عم نحكي عن المرأة اللي هي حبيسة المجتمع، يعني بهذا الوقت اللي نحن عايشين فيه صار هذا النوع من السيدات أو الصبايا اللي عم يتعنفوا هن بسبب مجتمعهم وبيئتهم وتربيتهم، صاروا عم بيلاقوا لسه صعوبة أكتر، لأنه عم بيلاقوا بالمقابل في سيدات كتير صاروا قادة منفتحات، مستلمين بيوتهم، متخطيين حتى التجارب الصعبة اللي ممكن يمروا فيها. لهي السيدة اللي هي حبيسة المجتمع، حبيسة عادات وتقاليد ممكن تكون خاطئة ليست صحيحة، كيف تقدر هي تتعامل مع هي التجربة؟ ما بدنا ننسى أنه حتى هي طريقة تفكيرها بتكون منغلقة، لأنه هي شايفة هذا الشيء كل عمرها من هي وصغيرة لوصلت للبيت واستمرت بنفس هالمعاناة. يعني حملات التوعية هي أهم شيء نحن ممكن نمارسها مع السيدات اللي بهالشكل هذا، يعني وخاصة بتكون عبر برامج التلفزيون وعبر جمعيات أهلية وعبر المنظمات الدولية اللي أطلقت هاشتاك دائما أنه لحماية المرأة، والهاشتاكات اللي عم تطلق ندعمها في المنزل اللي تدعمنا خارج المنزل. طبعا بيكون كمان لما المرأة هي بذاتها نحن بنشتغل على تقوايتها، على تعزيز ثقتها بنفسها، لأنه دائما هي المرأة يلي بترضى الخنوع هي دائما عم تكون امرأة ضعيفة، ما عندها ثقة بنفسها، بإمكانياتها، بقدراتها. فكمان الزوج هون عم بيحاول دائما، نحن بالمجتمعات الشرقية كتير صعب أنه يخليك الرجل أنت بالمرتبة الأولى، حتى لو كانت عندك الإمكانيات والقدرات يلي بتأهلك أن تكوني قيادية، تكوني لك مكانك، لك حضورك، لك وجودك، هو ما بيقبل، دائما بحبك تكوني في الخلف وهو في الأمام. بعض النساء هن لما بيكون عندهم مستوى ذكاء معين ممكن يستغلوا هالجانب هذا، اذا كان الرجل عم يمنعها يعني ممكن تتصرف بذكاء بطريق انه تحسسه انه هو قائد وهو قدوه، وبالتالي هي تصعد وتدرس وتتعلم وتوصل للشيء اللي بدها اياه. بعدين لما بتوصل للشيء اللي حققته ساعتها ما عاد مهم مين الاول ومين الثاني يعني، فبتكون حققت ذاتها. بالمقابل نحن عندنا انه دائما بنوعي انه الزواج المبكر هو كثير خطوة سيئة. المرأة ما أنا مكتملة جسديا، ما أنا مكتملة عاطفيا، ما أنا مكتملة معرفيا وتعليميا، فهي ما أنا قادرة على قيادة أسرة. فمشان هيك في كتير من العائلات بزوجون زواج مبكر.
كبير، لا والزوج بحب ياخذها صغيره تماما كمان، بحبيها على ايدي تماما، بيقول لك بربيها على ايدي مشان سيطر عليها، على اساس انه هي ما انا مربايه فبده يتابع مع التربيه. فهون طبعا هو نحن المشكله الكثير كبيره هي مو بس بهالمراه بالبنت، هي باهلك كمان. يعني انه نحن ما لازم، انا لما بمشي بمرحله وعانيت ما لازم خلي بنتي تعاني نفس المعاناه، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. اكثر مشكله بنواجهها بحياتنا هي انه نحن لغايه دلوقت، يعني هلا بالوقت هذا وبالعصر يلي نحن فيه هذا وبالقرن اللي نحن فيه وبسوريا بالشيء اللي نحن عم نعيشه نحن، انه في عندنا نسبه اميه كثير كبيره بالبلد، فهذا طبعا هو لحاله مشكله. اكيد طبعا. فانا لما بهالوقت هذا عم اعمل اللي وصلت العالم فيه للقمر، انا لا ازال عم اعمل ببلدي دورات محو اميه، فمعناتها نحن عندنا مشكله كثير كبيره ولازم نشوف وين الخلل وين الثغره لحتى نحاول نرمم. لازم دائما حتى ندخل للبيوت، يعني مو غلط ابدا انه يصير في قانون معين يلزم وبشكل ويطبق بشكل فعلي على تعليم النساء. يعني القانون الالزامي بالتعليم للصف السادس في كثير ما عم يتطبق عندهم بالارياف، لازم يتم الالزام، وخصوصي بالظروف الحرب اللي نحن مرينا فيها عفوا، والازمه اللي مرت فيها البلد كمان هون خلفت كثير من الجهل، يعني صار في عندنا نسبه كثير كبيره انقطعت عن التعليم وعن مواكبه العصر. وزاد كمان الزواج المبكر بنسبه كثير كبيره تماماً. يعني صار الشاطر يتزوج البنت ب 12 وب 13 والى اخره، هذا كثير شفنا اوقات الحرب، حتى التعليم عم يطلعوا البنات من المدارس بحجه النزوح، بحجه انه غيروا مكان اقامتهم من محافظه الى محافظه، وما عم يرجعوا يمكن حتى للحياه الطبيعيه رغم استقرارهم بمناطق ثانيه. تماما. هون كمان عندنا مشكله هي المشكله الاقتصاديه، يعني الاهل من الاسباب كثير عم بتم انه الاهل بدهم يتخلصوا من بنتهم انه بخف مصروفها، فهني هون بفكروا انه خف مصروفها، بس بالحقيقه هو بالعكس هو زاد، لانه رح تتزوج زواج ما في توافق ابدا مع الشريك، لمجرد انه عم تلاحظي احيانا في فرق كثير شاسع بالعمر بالمستوى بالبيئه، المهم انه زوجناها وشلناها من هالبيت وحطيناها ببيت ثاني لحتى يصرفوا عليها، هي رح ترجع مع اولادها، يعني رح يكون المصروف اكثر ورح تزيد الاعباء اكثر. لا خلونا ننتبه نحن، كيف ايام الحرب العالميه الاولى والثانيه لما تعرضت المانيا، يعني كيف واجهوا؟ كانت النساء هي اللي قادت المجتمعات طبعا. فنحن القصه مانا هي لا بتعدد زوجات، كثير خطا انه لحتى نحل المشكله اللي نحن عم نعاني منها زياده النساء تمام، ولا هي انه بالزواج المبكر لاخلص انا من البنات اللي عندي، لا هي القضيه انه المراه لازم تقود المجتمعات بظروف معينه، في حال مثل ما نحن شفنا في استشهاد كثير للشهداء اللي دافعوا عن الوطن، بالتالي في ناس اللي هاجرت برا البلد، يعني فعنا نحن صار نسبه الشباب بالبلد كثير قليله، فهذا مبرر انه المراه لازم هون تثبت جدارتها وتثبت قوتها وانه قادره تقود الاسره. لما انا بزوجها زواج خاطئ، وخصوصي كمان صارت هي شغله الزواج الغير شرعي بطريقه او مسميات اخرى، يعني انا ما راح ادخل فيها بالتفاصيل، فكمان هي كانت هون كثير مشكله، يعني لحتى يخلصوا كمان من هم البنت ومشكلتها. لا علمي بنتك ودرسيها بشكل صح، ولاحق على الزواج وهي قادره كمان تبني المجتمع، يعني الزواج ابدا ما نحل، ما نحل ابدا لانهاء اي قضيه ومشكله، الزواج الصح هو الحل. والزواج الصح امتى بيكون؟ لما هي المراه بتقرر. يعني أنا دائما في فيديو هيك شفته أكثر من مرة على الفيسبوك، يعني كثير عجبني، بيحكي دائما إنه مو مهم أنت شو عم تشتغلي، المهم إنه أنت تقرري إنه تختاري، تقرري إنه تكوني ربة منزل مو غلط، بتربي أطفالك، بتربي أسرتك، تقرري توقفي تعليمك الجامعي وتشتغلي شغل ثاني بقرارك أنت كمان مو غلط، تقرري تتابعي دراستك وتكملي للنهاية مو غلط، المهم القرار يكون نابع منك، المهم إنه أنت تختاري، مو حدا يفرض قراره عليك. ما تكوني مجبورة تماما. هون المشكلة لما بيتم الإجبار، هون عم بيكون انتهاك لحقوق المرأة، وهذا الانتهاك طبعا عم بيكون مخل بشخصيتها بنفسها، عم بيولد آثار نفسية كتير سيئة عند المرأة. والتعنيف هو عادة يعني ما عم بيكون فقط انه الناس دائما لما هلأ بيسمعوا بيفكروا، انا لما بقول بتعنيف المرأة انه قايم هالرجل عم يضربها ليل مع نهار، لا ابدا. هلأ هذا الظاهر، الظاهر هو التعنيف الجسدي، ولكن في تعنيف بالأسر هو أقوى بكتير، والبيوت أسرار. فدائما عم بيكون في تعنيف لفظي، دائما بيختار الرجل الفاظ للاهانه من زوجته، يعني دائما هو بيفكر نحن بمجتمعاتنا الشرقيه انه انا لما بحترم زوجتي قدام الناس او نقص. لما بسمع منها انه في نقص، معناتها انه هي المراه مسيطره علي،
يعني لا هي ما أنا مسيطرة عليك وأنت ما بصير تسيطر عليها. الحياة هي حياة توافق وتكامل، كل واحد بيكمل الثاني. فهون الحياة بتكون مستقرة. أستاذ إنه الحديث فعلا يطول بهذا الموضوع، للأسف صور التعنيف هي صور مختلفة، بنشوفها أوقات ببيوت كثيرة ومن ناس بنعرفها ومن ناس حوالينا، وبتتغاضى عنا المرأة بحجج كثيرة. بدنا نقول لك أكيد شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى فعلا كل امراه عم تتعرض للتعنيف تقول لا وتوقف ولتبدا طريق جديد. اكيد لازم نحن نتعلم ونعلم السيدات انه لازم ترفض اي تعنيف عم يوجه لها، سواء تعنيف جسدي او روحي او نفسي او لفظي، وتقول لا، لانه بدايه تحرير نفسها هو انه ترفض الشيء اللي عم يتسلط عليها، وترفض اي مظهر من مظاهر التعنيف. وبتمنى نحن نكون بنتمنى الحريه وبنتمنى المحبه لكل سيداتنا وانه لسيدات المجتمع، وانهم يرتقوا بنفسهم، لانه الارتقاء بالذات هو ارتقاء بالمجتمع. وشكرا لكم وشكرا للي عم يشاهدونا. شكرا لك استاذه سلام قاسم الاختصاصيه النفسيه، واكيد بنضم صوتنا لصوتك دائما. السيده هي قادره انه هي تصنع حياتها بايدها مهما كانت الظروف صعبه. شكرا لك. شكرا لك.